التي ذقت انك انت عزيزي السوق.
طب فين بالظبط المصروف؟ نقطة ليه؟ فين الأسئلة دي؟ لكن مختلفة أهو. يبقى هذه وهذه واحنا بنفكر في لما اتكلمنا على الأسئلة المادية إن هذا أصلها إيه؟ أسئلة سالفة. ولذلك بتقول إيه؟ جاء ذا رأيت ذا مررت بذا لما وصل مبني مضارع قلنا الهاء أضيفت في إيه؟ في التمرين. بعض من أخطاء الشريعة اللي بيقول لك إن الهاء أضيفت للبعد فأنت تقول ذا للقريب وهذا للإيه؟ للبعيد. هو ذا هو اسم المشكلة الهاء للتنبيه ممكن تستخدمه للتنبيه تمام بس هو برضك هي قلت للتنبيه وعلشان تميز الاسم عن اللي هو الاسماء الخمسه اللي هو ذو وذي ذا وذي هو ذا تبقى منصوبه وذو مرفوعه وذي ايه مجروره لكن هاء ذا اللي هو اسم الاشاره مش الاسماء السته اسم الاشاره قلنا هو مبني على الايه؟ على الفتح. مبني على الفتح ولا مبني على السكون ولا مبني على الايه؟ ايه؟ سكون مبني على ايه؟ تسميه السكون. طب ولو قال السكون عايزين نعرف الفرق بين المبني على السكون ومبني على بس عارف حسيت ان انا بس كده ايه؟ اه مين السكون؟ ولا اي حاجه هو مبني على الفتح. مين اللي قال مبني على السكون بس؟ قطع النظر عن مين لا نعرف عايز اعرف ايه الفرق بين بين الفتح والفتح لان الفاء هو اسم الالف اصلا اي حاجه اخرها الف تكون مبنيه الالف حركه سكون الف حركه بتاعته سكون هو حرف ساكن الف فلما اقول هذا يبقى مبني على ايه؟ ألم يتشعر زي ما هو مبني على الفتح هي مبني على الفتح آه لما يبقى كده ألف ولا مثلا هو الحركة شكلها طيب يبقى هذا يعني البعيد اسمه ذاك ذاك للبعد تلك للبعد وهؤلاء هم أسماء الشرع بعد ذلك مين؟ قال التعريف. قال التعريف دي جت بتاعت يعرف يوصف بيها معنى ايه؟ لو قلنا في فرق بين يعني ده الاستمرارية صح كده؟ ده ايه؟ اسم موصول ولا تعني تحديد معين. يبقى قال التعريف لكن قال التعريف بتعني ايه؟ تحديد معين. لان لما اقول لك ايه؟ اديني قلم انت تديني ايه؟ اقول لك اديني القلم يبقى هل التعريف ديت يراد بها احد يعني اما العهد الذهني او العهد الذكري يعني العهديه او الذكريه العهد الذكري او العهد او العهد الذهني او العهد الذكري الفرق بين الاثنين ايه؟ موقف انا وانت عشناه قضيه اقول لك ايه؟ الزملاء في الكلية مثلا. الكلية. فلان انت مش فاكر ولا ايه؟ انت مين؟ يا راجل الكلية يا مدحت. فالكلية اصبحت في البلد ده ايه؟ انا فكرت. في نعمة. فايه؟ اثارت الذاكرة عندك. تمام؟ اسمها الف فكرية. حاجة تانية بقى مش بفكرك بمناسبة أو بفكرك بتاريخ بيني وبينك لكن فين دماغي؟ أنا اشتريت منك مباراة باص أنت كان في عيب كده خفي وأنت دلست عليا فليه بقى النظر بيك؟ يا ريت حد مش عارف برضك العيب ده أقول لك الموبايل مش عارف أستخدمه خالص لك الموبايل مش عارف أنت عرفت أنا بتكلم على إيه؟ عارف تتكلم عن الميه. اللي فيه عهد من الدين. انا قاعدين وانا سبت القلم بتاعي في المكتب. كده
أما ألف ذكرية حاجات من الليل من الذكر مشتركة بينه وبينه، بحيث إذا ذكرتها مقرونة بألف لا تنصرف إلى غيرها. ولكن إزاي البيان؟ أنا قصدي إيه؟ هتروح اي مدام وسلمي عليها؟ ولا هي المدام اللي انا واقف عندها؟ تمام؟ يبقى اسمها ايه؟ قال وقلنا هي بمعين الشيء ولا بصدق غيرها؟ لا عارف هو معين بذلك. ثم الاسباب ردت المعرفه الاسباب موصوله. الاسباب موصوله زي مين؟ الذي والتي والذين والذون واللذان واللذان صح كده؟ صح غلط؟ ايوه اللي هو ده اللي بس مرفوع في قبيلة في بعض العرب بيقربوا الجمع على الاسم الموصول فيبقى اللذونه ديت اسم موصول يفيد جمع المذكر والذين كان المؤنث منصوبا واللذان فاستنى فاللذان فاستنى بالرقم الشائع الشائع لما لو كان فعلا دول بتستعمل لكن الشائع دي واحد اكتر عندنا فيها ايه؟ الله بيعرف مصر فكده كاتب لك اللذون وشوف الجهل يا اخي حد يقول لك ان المدونة يا سلام بقى لا دي لا ولا تقول لي مرفوعة يقول لك يا ابني افهم اخترع هي الذي قال لي زي كده هي نصيحة بنتي ان انا في الحلقة تانية كتير انت كده بتعمل كده لذيذة كلمة لذيذة انا في اعتباري اللذيذة واللذونة احاسبك على موقعها ما تقوليش من اللذونة ولا هو ولا العيد يعني الذين تمشي مطلقا لكن اللذونة لا تحطها فوق راسك هيبقى انا فاهم اللي انت ايه من القبيله الثانيه اللي انت مش اللي هي فرديه خلاص يبقى انت كده ايه عداك لعيب واحد كسر المهم قلنا ان الذي للمفرد المذكر والذي للمفرد المؤنث واللذان للمثنى المذكر واللذان للمثنى المؤنث وتخفى للنصب تخفى يعني تحط الكسره او يعني للنصب او للجر فتصير ايه اللذين واللذان وفي الجمع الذين الجمع المذكر طبعا مثلا اللائي او اللاتي ليه؟ برضك في المفرد غير العاقل يستخدم برضك اللاتي واللاتي للغير العاقل طيب من ديت للعاقل وتشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بس يكون عاقل اسم موصول برضك معرفه اسم موصول معرفه يعني تقول لك ايه جاءنا يوم من أتوك من تغرب أتوني في الأشياء ما من هو المعنى إيه؟ الذي أتوك من تغرب من تغرب أتوك ربنا هنا معامل عالي الذي أما ما إيه؟ فهي غير العكس وجمع طب في بقى حاجه بتضم كل دول عامل ومرعات وجمع ومفرد الله يبارك فيك قال الاستغراقي قال الاستغراقي وقال هنا عشان ما نغلطوش بس عشان ما نغلطوش الجيل هو قال هنا ما تتلخبطش فيها بتاعت قال العهديه او الذكريه قال العهديه او الذكريه احنا قلنا لما تقال بتفيد ايه؟ حاجة واحدة معينة. أما قال ودي قلنا قال تفيد المعرفة. قال الاستغراقية برضه بتفيد المعرفة بس من خلال الوصف.
لأنها لا تعين ولا تفيد ذات. لما أقول لك هذه الكتاب لما أنت راح تجيب إيه؟ كتاب أنا عارفينه صح كده؟ أنت جبت الكتاب فأنت هتقول لي آه جبته وقريته صح كده؟ لما أقول لك الكتاب خير صح بدأت إيه؟ استغرقت جنس الكتاب كله ولكنها تغرقت إلى نقطة إيه؟ تعالوا أقول لك إيه؟ كان يقول لك الذي تقرأه كتابا خير صحيح. فبدل الذي تقرأه خير الذي تقرأه كتابا بدل الجملة اللي بعد عرس عرسة راح حضرتك ألف ولا بسنة استغرقية لا تدل على إيه؟ أرجو أن تفرقها تبقى حضرتك الاستغراقية لما تيجي تتوقف النهارده احنا لو هنفصل كل الكتاب لوحدها كده او طبعا ده ايه المنتدى الاخر يبقى الكتاب منتدى اخر تمام رايت الكتاب خير وظيفه او منصوب عايز بقى تفصل وتستعرض عباراتك على قدامك وده انا شخصيا بحب الحاجات دي لانها تعطيك اصلا فبتقول لي الاستغراقية اسم موصول تمام أحالك من اسم البدرة إلى معرفة دون تعليق تمام وأنا فهمت أنت إيه؟ بتقول إيه؟ مبنية على السكون جمع على الأمر ألف جمع على السكون اسم موصول وفي الاستغراق مبني على إيه؟ على السكون وكتاب هتبقى ايه بقى معرفه بدخول ال عليه مرفوع او منصوب على حسب بقى موقعه في الكون ده هتعمل كده وقت تهدر كده لقيت نفسك هتتربط هتعمل زي ما هيعمل تمام كده؟ المهم ايه انتوا عارفين اسمه مصر بعد ما قلت فيه المعرف بالاضافه المعرف بالاضافه بالاضافه يعني ايه؟ اسم نكرة بيجي بعد منه اسم معرف بها تمام؟ قلت ايه؟ قلم الأستاذ كتاب المحاضرة كتاب الدرس كتاب المادة قضية اليوم هزيمة الاستعمار انتصار العلم انتصار الحق تمام؟ اللي حصل في جميع الحرب ده انا جبت اسم نكره بعد منه اسم معرفه بس حاجه انت بتلاحظ حاجه اسمها ايه؟ انا بتبدا كده كام جزء؟ كام جزء في الكلام؟ بتحس الظاهر في 240 مش 200 بتحس المعنى بتحس النتيجه ده اسم المضارع
بتلاقي ضفر ضفر يعني وقت الأمن ده يرجع تمام؟ بيسموها ايه؟ مش في بينهم صله الشاي ده مضاف ولا انا مضاف ليه؟ انا بحط الشاي على اللبن. طب اللي بيحط لبن على الشاي يبقى اللبن هو مضاف الشاي مضاف ليه؟ ماشي؟ انت تضيف حاجه على حاجه وتمزج حاجه في حاجه تمام؟ في الاصل عندك حاجتين متميزتين مختلفتين بعد كده بتحطهم على بعض لان في بينهم حاجه مشتركه. انت المشترك اللي بين الشاي واللبن انت بتحب طعمه ولا بتحب لونه؟ طعمه، في ناس بتحب لونه تمام؟ النتيجة اللي هو شاي اللبن في الآخر. صح كده؟ لكن هي شاي ولا بدل ده حكم؟ ده بقى حكم صدر بصورة تحكيمية ولا حكم في مجلس عرفي ولا حكم في الصلاة على النبي بينا كده؟ ولا حكم شرعي؟ حكم تكليفي؟ حكم وضعي؟ قلنا لو حاجه من اللي بعدين نقول لك حكم الشريعه، حكم التكليف، حكم الوضع، حكم العرف، حكم المجتمع، حكم الطب، حكم الهندسه. حضرت على كل ده؟ لكن قلت لك لا، ضف لي كلمه حكم ودخلها لي في المحكمه. يبقى افادت ايه؟ انا بقى انواع من الحكم، الحكم الذي يصدر من الايه؟ من المحكمه فقط. فلما دخلت كلمة الحكم دي مع دهية أضافت لي إيه؟ لوجود صلة إضافة بينهم لو تعلق الحكم بكونه يصدر من المحكمة يبقى أنا ذهني مش هيروح لأي معنى آخر من أبعاد الحكم. صح؟ يبقى أتعين ولا ما أتعينش؟ وما دام أتعين وتحدد ده إيه؟ ده معرفة تمام؟ دول يبقى إيه؟ يبقى من حيث الظاهر الجزئين من حيث الترتيب ثلاث اجزاء من حيث النتيجه اللي هو ايه؟ الحكم القرائن المعرفه اللي احنا ايه؟ عايزين ده ايه؟ هو النتيجه بتاعتها تمام؟ ده بيسموه تعريف الايه؟ اللغه زي ايه؟ زي عبد الله، عبد الرحمن، عبد القادر، عبد القاهر. كلمه عبد لوحدها يا ترى عبد ايه؟ عبد الملك، عبد السلطه، عبد الشهرة، عبد فلان، كنت زمن الرقيق ولا حاجة زي كده، فأنت تقول إيه لا عبد إيه؟ عبد الله، فلان عبد المال. بس ممكن المحكمة الابتدائية، بس ممكن المحكمة الابتدائية، بس التركيبة ليه؟ المحكمة الابتدائية للجهة الوسيطة. يعني لو أنت ما عرفتش إيه؟ الجهة محكمة الجنايات يبقى ده مضاف ومحكمة مضاف إليه والجنايات مضاف إليه. اسمه إيه؟ الكتاب ولا مضاف إليه؟ التقسيم مضاف إليه. خلينا في البسيطة ديت. بنحس التركيب جزئين ده ضروري. ها؟ بنحس التركيب الخارجي جزئين. والتركيب الحقيقي ثلاث أجزاء. ليه بقى الكلام ده؟ مضاف ومضاف اليه صارت اضافه التي يدخلهم مع علاقه. الصله هي ايه؟ حسبت الصله التركيب الظاهري. التركيب الظاهري اثنين، الترتيب الحقيقي ثلاثه، المعنى اللي عايز اوصل له معنى التركيب الظاهري تمام؟ دي اهم معاني بالاسم ايه؟ يبقى لما اجي اقول لك اسم المعرفه قلنا الاطلاق الوصول واسم الاشاره وقلنا اقوله بعد اطلاق ايه؟ اسم الاشاره. بعد منه على طول العلم. بعد منه العلم. بعد كده قال التعريف اللي هي العهد الديني او العهد الديني. وبعد منها الوصول. بعد كده الاضافه. تمام؟ لو سمحت نفس السياق يعني
الأداة هي الحرف. أداة ما في أدتنا تستعمل للبيت، تستعمل للسمسول. أيوة الناس بعرف السياق يعني. إنما هي حرف نفي ولا أداة؟ حرف ولا أداة؟ حرف ولا أداة؟ أداة ده تعبير أجنبي داخل على اللغة العربية. لأن احنا عندنا اللي هو بيسموها أدوات، احنا بتبقى حروف ومصدر. لما انا ما بعرفش بالظبط هي وهتكون الحاجة فأقول أداة. أقول أداة. فيبقى حين على إيه؟ على حاجة بيسموها الحالف من نوع إلى الجنس. المهم خلاص يا جماعة. في المسألة حاجة تانية. أنا بنكتب ولا عليك؟ في بقى يا جماعة مبدئيا كده هو عشان ان شاء الله المرة الجاية نكون خلصنا الجولة الفعلية عشان عايز اخش في الطوارئ في السياق اللي بقى فيها حاجتين في السياق وفيها المبنى والمعنى والمفهوم والمطلوب والدلالة اللي هي الحاجات اللي انتوا هتحتاجوها قوي تفهم منها النص وتتكلم بيها النص. طيب دلوقتي انا بدل ما انت عرفت الاسم هيفيدني في ايه الاسم؟ قلنا الاسم في حاجه اسمها مصدر ومصدر ايه؟ في حاجه اسمها عامل معروف. العامل دي لو فاكرين لو كتبته العامل كل ما يوافق غيره برافو عليكم العامل كل ما يوافق غيره والمسند والمسند كبير المسند اللي هو ايه؟ كل ما يرجع اليه المعنى. فايه اللي بيأثر في الجمله الاسميه؟ رفع في الجملة. ايه المهم في الجملة الاسمية في الجملة؟ اللي بيعمل الجملة الاسمية اللي بيحركها اللي بيسيطر عليها المبتدأ. لكن المهم فيها الخبر ولذلك قد يحدث المبتدأ. لكن الخبر في الغالب ما بيحدثش. طبعا في استثناءات وبالذات في الشعر والكلام ده يعني ايه؟ يعني مفيش وقت والكلام في الشعر مش هيكفيه طبعا كده انا عايز ايه تبان. لكن خلينا القاعده خدها دلوقتي القاعده الثالثه عندنا انه احيانا يجوز حذف المبتدا لكن الخبر مش يقول لك ايه في الماده انا هجيب لك خبر يعني ايه؟ يعني جاي كده هجيبه لكن ما يقولكش هجيب لك مبتدا لان مبتدا ممكن ما يجاوبش تمام؟ الخبر مهم لان هو ده اللي انا عايز اعرفه لان هو احنا قلنا الخبر عباره عن ايه؟ عن وصف بس وصف قوي لدرجه الحكم هو بيحكم على المبتدا لما نقول القاضي طب عادل ولا ظالم؟ يبقى القاضي خلاص انا عرفت بس انا اللي شغال البال دلوقتي ايه؟ جاب في ايه؟ عادل ولا ظالم؟ غائب ولا حاضر؟ سليم ولا مريض؟ انت تقول لي تمام؟ الدرس مهم ولا كافر؟ مفيد ولا كذب زي ما بيقولوا؟ تعبير غريب كان الشيخ بيقول لك طالب طالب سنة يقول لي أنا عايز أخلي سبب الدم وده تعبير شائع ما بين انتقال إلى كلمات يعني أنت عايز إيه؟ الولاد سبب دم القشور والحاجات التافهة والحاجات الحية تمام؟ هل الدم درس مهم؟ درس مهم ولا إيه؟ المعلومة قيمة ولا عتيبة رجالة؟ اللي بيحدد ده كله ايه؟ يبص تاني الكلمه اللي هو الخبر تمام؟ اقول لك احمد ماله؟ خائف ولا شاطر؟ كويس ولا متخوف ولا غائب ولا حاضر؟ دكتور ولا طبيب ولا مهندس ولا محامي ولا قاضي؟ ايه بالظبط؟ ماله؟ الحكم ماله؟ تمام؟ الكتاب بتاعك ماله؟ معرض الكتاب اسكندريه ماله؟ احنا عارفين ان احنا دلوقتي
في فعاليه معرضين، معرض بتاع منطقه اسكندريه ولا الدوري، معرض حلو جدا وكلام ممتاز قوي، ومعرض تبع الهيئه العامه للكتاب وتبع حلو. تمام؟ مين فيكم ظالم من احد المعرضين؟ المعرض هام الكتاب في ارض الجنه، في خيط ادوات خيط كويسه وطنيه، والكتب اللي فيه في منها تخطيطات كويسه واسعار رخيصه. معرض مكتبه اسكندريه في قاعات اكثر من رائعه وندوات مستوى عالي جدا جدا، والكتب موجوده فيه بره الاسعار كويسه. المهم الاسم بقى، الاسم المتجاوب منه كلمه اسميه، وقلت لكم ان المبتدا هو العامل اللي فعلا بيأثر. يعني تقول لي ايه؟ مبتدا مرفوع خلاص، القاضي عادل، القاضي ايه؟ مبتدا مرفوع عادل، خبر المبتدا مرفوع. مين اللي رفع الخبر؟ يبقى المبتدا هنا عادل والخبر هنا ايه؟ معمول. تمام؟ طيب المطلب اللي ليه اسم؟ اسم معرفه لازم يبقى ايه؟ لازم معرفه. تمام؟ معرفه باي شكل من احنا قلناه، باي شكل، اما في دائره حتى الضمان، ضمان زي هو وهي والتي، هو وهي وهم وهن، هي الضمان بس ضمان ايه؟ الفصل. ضمان ايه؟ الصوره مش ايه؟ متصل. حتى الضمان اما متصل اما ايه؟ ضمير الوصل وضمير الايه؟ ضمير الفصل وضمير الشكل. قلنا ان ضمير الفصل هو اللي بيشمل ايه؟ بين المبتدا والخبر. ان هو يكون معرفتين او واحد فيهم مبتدا والثاني خبر. تمام؟ هو مش هيكون خلل، قلنا لك وان بعض اتجاه بعض الحاجات بيقول ان ضمير الفصل ده مبتدا ثاني، قلنا ان هو ايه؟ مش راجح، قلنا الراجح ان هو ايه؟ لا محل له نعرفه خالص. تمام؟ ضمير الفصل انا لكن ايه اللي بيعرف؟ ضمير الشكل. ولا ضمير الشكل يعني ايه؟ عارفين قصه اللام الاستغراقيه؟ الفرق بينها وبين اللام الذهنيه والعاديه؟ اللام الذهنيه والعاديه بتفيد ايه؟ معين. الاستغراقيه ايه؟ على العموم، ولذلك هي اسم موصول مش تمام تعريف. والاسم موصول معرف بذاته مش مجرد حرفين يعرف. طيب ضمير الشكل مجرد، الضمير في الاصل انه يدل على ايه؟ انا صح كده؟ او هو او انت او انت او هو او انت او انت دل على ايه؟ معين ولا غير معين؟ معين. ضمير الشكل بقى لا ما بيدلش على شخص معين، ده بيدلنا على حكايه، على قصه. تمام؟ ولذلك القصة فعلا هي كده خلاص. قل جملة القول هو الله أحد. أصل الكلام إيه؟ الله أحد. الله يعني إيه أحد؟ متفرد. 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 اشرح. ليس له مثيل ولا نظير. اشرح. أنت انت معاك صدفه ولا انت فاهم مش عارف تعبر؟ متفرد، انا قريت اللفظ متفرد. اه يعني انت فاهم مش عارف تعبر. مش واحد. هو مش واحد. احد مش واحد. احد يعني واحد غير مركب من اجسامه. لان الواحد قد يكون مركب. انت عندك الكرسي ده اللي بتقعد عليه، كرسي واحد ولا كرسيين؟ بس هي مركب من ايه؟ زي مسامير وخشب وغيرها. تمام؟ الله واحد غير مركب، هو بصير بذاته مش محتاج عين يشوف بيها، كيف يرى الله اعلم. فهو الله واحد، الله واحد ده بتقرا خالص. طب هو دي هو دي هل دلت على الله ولا دلت انك تشوف القران اللي انت معقول الله واحد بقت الايه رقم 100 وايه؟ 112 الصوره رقم 112. قال لك شوف 111 سورة قبل كده الله فيهم
دخول بصفاته هو الله. ده قصة الله، شأن الله، حكاية الله، صفات الله، اسماء الله أحد. شأن الله اللي انت قريته في 111 سورة كده أنه إيه؟ تمام؟ يبقى ما تعرف إيه؟ تعرف مبتدأ أول. تعرف مبتدأ أول. والاسم الذي يليها مبتدأ ثاني. والاسم اللي بعدهم هيبقى إيه؟ خبر إيه؟ برافو عليك، خبر المبتدأ الثاني. والجملة خبر المبتدأ الثاني. والخبر في محل رفع إيه؟ خبر المبتدأ الأول. خبر المبتدأ الأول اللي هو ضمنش. تمام؟ دي كل الاسمين فيها صعوبة؟ معايا؟ قول اسمك إيه؟ معايا محمد؟ معايا استكول؟ استكول؟ تمشي معايا إيجي؟ وأنا إيه؟ زي الفل. فقول بقى. قول لا بقول لجملة القول مثلا. قول عامة بيجي بعدها جملة. القول عامة هو قل يقول قال بيجي بعدها جملة. ولذلك من الأخطاء الشائعة قل فيها أربعة. قل فيها الأمر المبني على السكون. لو أنت بتسعى الإعراب. يعني قل من الأخطاء الشائعة يجي بعد جملة إيه؟ يقول أن. لا أن ما ولو تكتبه بالأن ما تجيش معقول التالي. والقول كان القول يجي بعد منه جمله، يعني يجي بعدهم اول خطاب. قل ان وشوف القران طول وعرض والشعراء الكبار في الشعر بتاعهم اي اشتقاق من اشتقاقات كلمه يقول على طول بعد منه بدايه جمله. قل ان زي حيث الفطر يجي بعدها ايه؟ ان طبعا للاسف دلوقتي معظم الناس يقول لك حيث وانا حيث وانا إن وفي الامتحان النتيجة لو لقيت حيث أن أو يكون أن الحاجات دي ما بتعديش تمام؟ طيب نرجع تاني بسرعة يبقى الجملة الإسمية اسم في الأول بيبقى معرفة أكثر الأسماء معرفة في الجملة وهي الجملة كلها بتتكون من ايه؟ من اثنين، مبتدأ وايه؟ وخبر. طيب مبتدأ قد يعرف اي لما اقول لك كده وانت داخل على الكليش يفضل كده كده؟ مكتوب في ايه؟ برافو عليك، برافو عليك. نبيل يا ابن كلية. ايه؟ كلية. برافو عليك. خبر يبتدأ محذوف تقديره هذه العناوين عامة العناوين بيحدث ابتداء اصلا عم بتقول عنه معروف بالعقل يعني ولازم اقول لك بعد انا هطلع جامد على كده لازم اقول لك هذه كليه حقوق طب انا حاجه حقيقه ايه؟ تمام؟ الكتب اللي في الدين عنوان الكتاب مثلا اللي هو اسمه ايه الصياغه القوليه كلمه الصياغه ايه؟ خبر مبتدا محذوف تقديره ها أو كتاب فإذا قد يحدث تمام بس لازم تنتهي الدلالات لكن الأصل اللي مبتدأ بيه وبيبقى مرفوع بعد منه اسم أقل منه في العالمية في المعرفة بيبقى إيه؟ خبر فردك مرفوع تمام؟ الحق حوار بقى اللي قلت لكم عليها ضمير شأن وضمير فصل ما تقولش فين؟ طيب الجملة الإسمية دي المبتدا مش هو العامل الوحيد اللي فيها الملعب فيه فلوجه كتير تمام مش فيه بلاي ميكر وفي وجه يمين وجه شمال وفي راس حربه وفي باكات تمام اكتر واحد مؤثر في الملعب مين؟ راس الحربه اسمعت ال لا مش الرباع خليك افتكر افتكر كده مش احنا زهقنا بقى خليك ايه؟ تقدم للامام انت شايف الشكل اللي يحط عليه مش موضع رجله موضع ما لا تنتهي اليه السماء ما بعد السماء بعد 22 سنه المهم بقى سيبك من كل ده يبقى في
اي عنوان سواء في كتاب او عنوان كليه او مدرسه او شبه او اي حاجه، الكلمه الاولانيه فيه بتبقى خبر للمبتدا محسوب. خبر فوجود كليه بيقطع عليها كل الحروقات. الكليه بقى الكليه ديت خبر للمبتدا محسوب تقديره هذه. ما هو الحقوق بقى دي مضاف ليه؟ الحقوق مضاف ليه مجرورة؟ هي مضاف ليه مش كليه؟ هذا اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي هو ايه؟ الخبر اللي بقى المبتدا قلنا هو الجمله اسمها كلها ايه؟ مبتدا اسم واي اسم من الفئه العالميه من اللي احنا قلناهم كلهم فاكرهم؟ ها؟ اسم الاشاره والعلم والموصول وكذا وكذا اي اسم بما في ذلك الايه؟ الاضافه. طب والخبر؟ طب اي اسم يفيد ذلك بس يفيد عليه ايه؟ قال لك الخبر خبر. الاسم اللي احنا قلناه المعرفه دول ينفع يبقى خبر. بس هتميزه ايه؟ زي ما اتفقنا قبل الفصل. القصد ان يكون اي اسم نكره. اي اسم نكره. يبقى اسم نكره. اسم معرفه ولكن يكون اقل من الايه؟ المعرفه من المبتدا. ثالث حاجه قد يكون جمله اسميه زي قول الله احد مش كده لسه قلنا قول الله احد ايه؟ مبتدا ثاني مبتدا ثاني واحد خبر من مبتدا ثاني والله احد ربطها كده جمله اسميه كما حضر في خبر المبتدا ايه؟ يبقى قد يكون الخبر غير اللي هو اسم مفرد من اي مسألة احنا قلناها في المعرفه او الاسماء قلناها او يكون جملة اسمية في حد ذاتها. تمام؟ أو يكون جملة فعلية. تمام؟ يقول إيه؟ الطالب يذاكر بكثير. طالب يذاكر بكثير دي فعل مضارع. الفعل ضمير مستتر تقديره هو عقد على الطالب. صح؟ والجملة الفعلية من الفعل والفعل جملة فعلية إيه؟ أهم حاجة في الجملة الفعلية فعل وفعل. الابتهال قالوا ما فيش مشكله احنا حال نظر الحال دي مش مشكله يعني المهم عندي الفعل والفعل دي بقت جمله فعليه في محل رفع خبر المبتدا اللي هو ايه؟ الطالب. تمام؟ يبقى قد ياتي الخبر جمله اسميه وقد ياتي جمله فعليه. يبقى ممكن ياتي اسم مفرد اسم معرفه اقل في المعرفه من المبتدا واذا تساوى بنحط جمله الفصل او ياتي جمله اسميه او ياتي جمله فعليه وقد ياتي يعني ايش من جملة؟ يعني ايش من جملة؟ برافو عليك، شبه الجملة له صورتين. أو زر. برافو عليك، جر ومجرور أو ظرف. جر ومجرور يعني إيه؟ أي اسم قبل بكرة أي حرف بقى. أي اسم. تقول إيه؟ الامتحان من الكتاب. الامتحان بالدراسة. الامتحان على السطور. يبقى اي اسم قبل منه اي حرف جر هيبقى ايه؟ جر ومجرور شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا وقد ياخذ صوره ثانيه شبه جمله اللي هي صوره ايه؟ الظرفيه ظرف المكان او ظرف المكان عارفين الاولويات عند فلان امام كذا خلف كذا قدام وراء تمام عند حين تمام أين حيث حيثما اللي هي الحاجات اللي بتفيد إيه؟ الظرفية سواء ظرفية الذات أو ظرفية الإيه؟ المعنى. طبعا حرف زي في ده حرف جميل أوي. ده بيجر وفي نفس الوقت بيفيد إيه؟ الظرفية. تمام؟ بس هو الغالب على استعماله إيه؟ حرف. يبقى دوت الجملة الإسمية إيه؟ يبقى مشكلة؟ بس كده. مفرد يعني اسم مفرد. يعني حتى لو جمع كلمة يذاكرون أو الطلاب دي مفرد أو معرفة أقل أو مفرد نكرة أو معرفة أقل من معرفة أو معرفة مساوية بس بنحط بينهم ضمير فصل. ما هو لو إن إحنا قلناها شوية زي الألفاظ العادي كلمة العادي دي صفة ولا خبر؟ عرفنا الخبر إزاي؟ قلنا القاضي هو العادي بنحط ضمير فصل زي اولئك هم المفلحون. اصل الكلام اولئك المفلحون. طب المفلحون دول صفه ولا خبر؟
فالله سبحانه وتعالى عرفنا ليه خبر بايه؟ بتحب تقوم. تمام؟ اللي هو ايه؟ بعد كده هو ان يكون جمله فعليه او جمله فعليه او شبه جمله بصورتيها اللي هو جمله مكتوب ايه؟ طيب انا عايز المره الجايه دلوقتي انتوا عارفين انا مهتم معاك الدعوه مفتوحه مشرفونا يعني في القاعه سي أنا عايز أقول المرة الجاية بس تكونوا عرفتوني كان وأخوي هما كان فعلا بس أنا عايز إن يعني كل ده يقول لكم أربع كلمات أربع كلمات أربع تمام وإلا وأخواتها كان فعلا كم حرف؟ كان وإنها بس؟ كان مبدئيا مبدئيا لأن برضه دي من أهم الحاجات يا جماعة في النحو وده بيبقى عيب جدا عيب جدا يعني بص الجر ده بيعمل خبطة جامدة في الدماغ لما حد يجاوب وأحكام كان وأحكام يعني بتبقى منظر نحو واحد جدا تمام؟ فإن شاء الله في المرة الجاية زي ما قلت لكم مش هتسمعوا حاجة اسمها الخط الزمني الزمني والخط التوكيدي لا مفيش مشكلة كان نقول مراجعة إن شاء الله شكرا ما يمكن